نعم رجل حاج توفي بعد يوم عرفة. توفي بعد يوم عرفة فهل يحج عنه وليه؟ لا. يقول رجل حاج بعد أن وقف بعرفة فهل يتمم عنه الحج أو يحج عنه من سنة أخرى؟ فالجواب لا، لأن هذا أدى الواجب عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل الذي وقصته ناقته في عرفة قال لهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ولم يقل أتم عنه.